التانيين برضو؟ لا 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 ولا واحد. خلي ده تحت. الشمبر اللي تحت. دي نعمل 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 طيب هاد في مسمار هنا؟ طيب يلا دكتور هات اللهم صل على النبي اللوح ده هات خد كده معايا يا ابي ده تثبتها لي هنا شيء هو يثبت لي هنا ماشي هيتكل على الارض عشان يثبته لا واحد هيمشي عليه بس خليك انت مثبته خليك انت مثبته واحد مثبته بايده برضه ويمشي ويانا معايا بحيث اللوح يتني ضغط على الايه على بطنه يعني مشيش هتضغط تك واسند له كده عشان ما يتحلاش واحد بقى ان شاء الله هيقف هنا ويمشي معانا بيه معايا واحد هيقف هنا واحد هيقف هنا ويمشي مع اللوح وهو بيتحرك بحيث يثبت الجنين انت عارف غيرك مش عارف ثلاثه هنا هو معلش واربعه ثلاثه هناك يعني هو والثبت التكه ولا لا استنى لما نيجي نقلب امسك دي كده واحد كمان خليك الزرعه بتاعتها كام زي ما هو على بطنه ايه كام زي ما هو بيتحرك عايزين بقى يبقى خطفه يعني الشده يبقى ايه خطف يعني واحد انت بس سريع تشده مره واحده بسرعه واحد يقف فينا بقى عايزين واحد هنا بسم الله الرحمن الرحيم نعد لا اسنده حاليا ماشي 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 هو اللوح هيمشي مع الجمهور بسم الله الرحمن الرحيم واحد اثنين ثلاثه بسرعه ماشي يا بيه معايا ماشي واحد اثنين ثلاثه خطف بسرعه 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 عن كده بسرعه عن كده ما تخليهاش تمشي براحتها السلام عليكم السلام ورحمه الله عادة قمص وقلب على الناحية اللي من فوق نحكي شيل عير لا زي ما هو زي ما هو برضو هنعمل زي ما اول تاني يعني اشيل العير نلف العير تاني بقى بص يا بيه سيب شيل عادة تاني عادة تاني نلبك ده ولا عادة تاني يا بيه عادة تاني على ايه على تاني عادة تاني ايوه كده زي ما هو بيعمل كده ايوه الله ينور عليك اذنه ايوه ريحه ريح السلبة زي الاول مرة اللي فاتت عادي يا عم الفريق حط بره الدكتور كده معايا بس بعيد عن الضلوع ما عنده واحده هات كده تعال تعال كده تاني واحد ثبت لي ده كده والتاني ثبت لي على الارض عشان ما يعومش مني خلاص والشد تبقى سريعا كده يا رجاله ها لما تخلص بس لما تخلص بسم الله الرحمن الرحيم اطلع اطلع كمان شويه اطلع كمان شويه بسم الله الرحمن الرحيم واحد اثنين ثلاثه خطف بسرعه 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 تك يا بيه حلو كده دي حلو على المره اللي فاتت سمحت الله هات لي الجوانت كده الجوانت تحت Thank you.